تعودنا نحن أنه الضحية نهمشها، نصفها، ننكرها. العدالة بتتمثل أنه الضحية تقدر يتم جبر ضررها وإنصافها، والمجتمع يعرف الحقيقة، وهيدا أهم شيء. طبعاً الكل كان معه خبر أنه في خطر بتهدد العاصمة وما حدا تحرك، بينما لو كان حدا منهم معه خبر أنه في خطر هالقد على مصالحه كانوا سكروا البور. للأسف يعني عم نشوف هلأ تحولوا القضايا، تحولوا أهالي الضحايا من ضحايا هني لهني عم يدافعوا عن حقهم، وعم ينبرموا العالم لحتى يجربوا يعرفوا الحقيقة والعدالة، وهذا بالنسبة لإلي يعني كارثة غير عن اللي صار بأربع آب. نحن كمنظمات حقوقية أكيد عم نواكب هذا الشيء مع كل العائلات، وعم نشتغل على الشق الخارجي. نحن رح ناخذ العدالة رغما عنكم بأي مسار من هودي المسارات. هلا بعد ثلاث سنين مش متوقع تكون عدالة طلقت بملف هالقد كبير، أكبر من القضاء اللبناني. نحن اللي عم نعمله بدنا نكون واعيين، عم نحاول ندعم قضاءنا اللبناني بلجنة تكسي حقائق دولية. التحرك اليوم هو أكثر للإصرار على المطالبة بالحقيقة وللوقوف بوش كل حدا عم بيقول لنا ما رح توصلوا لمحل. العدالة رح تتحقق لو شو ما كان، لو شو ما أخذت وقت. نحن بنعرف انه هيدا الشيء بده صبر وبده وقت، خصوصا بظل منظومه مثل اللي عايشين فيها يلي عم تحرمنا من العداله ومن الحقيقه لها ثلاث سنين، وعم بتعرقل بكل الطرق يلي بتعرفوها. بدنا نناضل للاسف، بدنا نحارب، بس رح نوصل. هيدي السنه احتجاجنا على التدخلات السياسيه بالقضاء اللبناني. لايمتى ناطرين؟ حنضلنا ناطرين لاخر نفس، لانه هيدي القضيه ما فيها تكون هيك تمرق مرور الكرام بلا محاسبه.